في ليبيا ناس زمان خلاو الكثير من الكلام وما شاء أي كلام، كلام موزون ومتقون وفيه الحكمة والمضمون. ومن بين الأمثال الشعبي اللي عندنا اليوم فيه من كلامه مستكة وقرنفل، وفيه من كلامه حار زي الفلفل. المقصود كاين اللي لسانه حلو وكيقطر العسل، وكاين اللي لسانه حار يبخ السم. وقالوا أيضا ضربة بدمها ولا كلمة بسمها. وهذا المثل كيعني أنه بعض المرات وقع الضرب كيكون أخف من وقع الكلام. والمثل الموالي، الفم الساكت ما يتكتبوش عليه السوايا، زعما الفم اللي ساكت ما يجيبش للمشاكل الراسو. وأهل موريتانيا زمان قالوا ميمو قتلو فيمو، يعني هاد الشخص اللي اسمه ميمو ما خرج عليه غير فمو. وقالوا أيضا لسان ولاد مسبعو، يعني هاد السبع يا إما يفتارسو وإما يكون هو سلاحو. الحاصل اللي كتر ينفطلو، زعما اللي زاد فيه يعيقو بيه.